تحية طيبة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. قاعدين نتابعوا معاكم أول بأول وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة في تطورات المعارك والاشتباكات المسلحة العنيفة المستمرة بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة الموالية والتابعة لحكومة الوفاق من يوم 4 أبريل لعند هذه اللحظة. معارك وواقع ميداني عسكري لابد أن يكون له صدى سياسي على مستوى محلي وعلى مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي. وخلونا في المستوى المحلي، الصدى السياسي للمعارك على مستوى محلي، وفي ناس واجدة وفي مراقبين واجدين يتكلموا ويحكوا على قضية العملية السياسية والعودة لعملية سياسية. دائما السؤال اللي يطرح، شن هي شروط العودة لعملية سياسية؟ وتحت أي سقف نحن قاعدين نتكلموا الآن على عملية سياسية؟ هل قاعدين نحكوا ونتكلموا بنفس شروط ما قبل 4 أبريل، ولا الأمور الآن تغيرت؟ هل مازال الإطار، مازال الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد اللي قاعد يشكل العملية السياسية، ولا قاعدين نحكوا على واقع سياسي جديد بحكم أن عندنا واقع أمني جديد بعد 4 أبريل؟ شن هي فرص التسوية اللي ممكن تصير بين الأجسام السياسية في ظل الظروف الحالية على مستوى أمني، على مستوى محلي، على مستوى إقليمي، وعلى مستوى دولي بطبيعة الحال؟ وخلونا نبدأ نقاشنا وحوارنا المفتوح بمداخلة هاتفية مع عضو مجلس النواب الدكتور أبو بكر بعيلة. دكتور أبو بكر، سعداء جدا بوجودك معنا الليلة في البلاد، وننطلق في نقاشنا. مرحبا سيد خليل، حياك الله. نعم، حياك لكم مشاهدين الكرام. فرص حصول أي تسوية في حالة طبعا أن شروطها الموضوعية كانت مكتملة، دكتور أبو بكر في تقديرك شن هي فرص التسوية هذه بين الأجسام السياسية بصيغتها الحالية وبشكلها الحالي الآن؟ والله يا أخي الكريم، أرى أن فرصة العودة للمسار السياسي احتمالها قليل جدا في ظل الاستقطاب السائد حاليا ما بين الطرفين المتحاربين. احنا خلال مسيرة الحوار السياسي في عامي 2014 و2015 كنا نتمنى ألا نصل إلى هذا الاصطدام المسلح الذي نعرف جميعا أن نتائجه كارثية على الوطن ككل، ولكن ساءت الأمور. أخواننا في الغرب سمحهم الله لم يراعوا العدالة في توزيع الأمور الاقتصادية والعائدات النفطية، وهناك الكثير من الفساد السياسي في المجتمع الليبي بشكل عام، ولذلك استدرجنا أو اضطررنا لهذا الاصطدام المسلح. المؤشرات الأخرى كلها تشير إلى أن الخلاف لا يزال قائم. مثلا جلسة البرلمان في اليومين الماضيين في طبرق، كان هناك مؤشر إلى أن البرلمان يدرس في إمكانية عزل الأشخاص الذين كونوا برلمانا في طرابلس، وهذا سوف يزيد الدين بلة كما يقولون. وأتمنى من عقلاء البرلمان في طبرق ألا ينجر وراء بعض الآراء المتسرعة، وألا يتخذوا مثل هذه القرارات المتطرفة، لأن هذه القرارات تصب الزيت على النار وتزيد من شوكة الخلاف، وهذا ما لا نريده. لكن في ظل وجود القيادات الحالية والخلاف، العملية خليل عملية كيمياء، هناك شخصيات تتقبل بعضها البعض. في تصوري أن ما حصل في هذا الصراع هو أن شخصية المشير خليفة حفتر وشخصية السيد فايز السراج يبدو أن هناك نوع من عدم التقبل لكليهما للطرف الآخر، وبالتالي المؤشرات كلها تشير إلى استمرار هذا الصراع إلى أن يتم حسمه عسكريا بشكل أو بآخر. نعم. طيب، شن فرص البعثة الأممية الآن؟ وستيفاني ويليامز رئيس القسم السياسي في البعثة الأممية دارت جولة كبيرة خصوصا في الشرق، مشيت المسارات وقاعدة الآن تقريبا قاعدين في مناخ 2014، والبعثة قاعدة تسمع من الجميع وتأخذ في كل الآراء وتقعد مع الجميع، وتقريبا حتى جزئية الشرعية كأن البعثة الأممية تجاوزتها نوعا ما. شن فرص نجاح البعثة الأممية في أن هي تصنع من جديد مناخ سياسي ملائم لأي تسوية أو عملية سياسية في تقديرك؟ أعتقد البعثة الأممية ضيعت فرص نجاحها منذ سنواتها الأولى. تحدث عن مجموعة متواجدة حاليا، السيد غسان سلامة، السيدة ويليامز ومن معهم، ضيعوا فرص البعثة الأممية منذ البداية. تخلوا عن البرلمان، مع أن البرلمان هو مفتاح الحل السياسي للعملية المتشابكة الآن، ولكنهم تجاوزوه وركزوا على فكرة هلامية غير واضحة المعالم متمثلة في ما كان يسمى بالمؤتمر. لم تكن معالمه واضحة، لم يكن معروفا من يكون فيه من الأشخاص، كيف يتم ترشيحهم. كان هناك أيضا رشحت بعض الأفكار
على ان البرلمان ومجلس الدوله ليس مدعوان لها، لم يكونا مدعوان لمثل هذا المؤتمر، وبالتالي البعثه الامميه اصبحت تجتمع وتلتقي باطراف ليس لهم علاقه مباشره بالحل السياسي، واصبحت الان تتهم من كل مره من طرف من الاطراف المتحاربه بانها تنحاز للطرف الاخر. ولذلك ارى انه ليس هناك كثير من القبول لدور البعثه الامميه حاليا، وربما يكون وضعها متجه الى الصعوبه. قد يكون اذا استطاعت السيده ويليامز مع السفير الامريكي الجديد الذي قدم الى ليبيا، اذا استطاعوا ان يضعوا نوعا من الضغط على الاطراف باعتبار الوزن السياسي والثقل السياسي للدوله كالولايات المتحده، ربما يستطيعوا ان يؤثروا في بعض الاطراف، ولكن حتى الان لم يتجهوا في هذا المسار. انا في شهر 6 ذهبت الى تونس بدعوه من جهه من جهات الاتحاد الاوروبي، والتقيت بسفير الاتحاد الاوروبي في ليبيا المتواجد في تونس، وذكرت بوضوح عليهم ان يتصلوا بالطرف الامريكي وان يتاكدوا من موقف الطرف الامريكي. الطرف الامريكي موقفه غير واضح حتى الان، احيانا يتخذ قرارات معينه واحيانا اخرى يرى انه مع الحل السلمي، ولكن مجرد بيانات عامه تصدر دون ان يكون هناك اي تصديق عملي لمثل هذه التوجهات. فالموقف الامريكي قد يكون حاسم في هذا الامر، ولكن كما تعرف حضرتك ويعرف الجميع ان الامريكا الان تمر بازمات كثيره ومقبل على انتخابات شغلتها كثيرا وخلافات داخليه، فربما هذا من سوء حظ الملف الليبي انه لم يحظى بالاهتمام الامريكي الكامل. نعم. طيب، عوده من جديد دكتور ابو بكر لمجلس النواب، البرلمان بحكم انه هو الجسم السياسي الاخير اللي تم انتخابه ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي، في تقديرك هل مجلس النواب بشكل الحالي قادر انه هو فعلا يلعب اي دور مهم وحيوي وفعال خلال المرحله الجايه؟ لا، الوضع الحالي اطلاقا الوضع الحالي لا يمكن، لان الان اتحدث الان عن برلمانين. صحيح ان مثلا برلمان في قبرص لا يعترف بالبرلمان في الغرب، ولكن البرلمان في الغرب يفرض جهوده ويتخذ قرارات وقد يشوش عليك. كما اشرت لحضرتك هناك حديث الان في برلمان الشرق في قبرص على إمكانية عزل أعضاء البرلمان المتواجدين في طرابلس، وهذه كارثة على البرلمان إذا حصلت. أعتقد أن سوف تنهي حياة البرلمان بالكامل، البرلمان للأسف. طيب، هل في لها مسوغات أو مبررات قانونية فكرة إلغاء عضوية النواب اللي اجتمعوا في طرابلس؟ لا، مسوغات قانونية، البرلمان منذ فترة لا يعمل بمسوغات قانونية دستورية. الغاء يعني عزل اي عضو برلماني يشترط الحصول على الاغلبيه المطلقه للاعضاء المنتخبين، وعددهم اللي هم حلف اليمين عددهم الان حوالي 180. فالماده 82 من النظام الداخلي المجلس تشترط انه لعزل اي عضو من اعضاء البرلمان يجب توفر الاغلبيه المطلقه اللي هي نصف ال 180 زائد واحد، وهذا غير وارد اطلاقا ان تحصل على مثل هذا النصاب. ولكن البرلمان للاسف خلال السنتين الاخيرتين يسير بجلسات عرجاء غير صحيحه، ليس فيها لا يتوفر فيها النصاب، وتعتبر يعني تشاوريه واستشاريه اكثر من اي شيء اخر. ارجو ان يركز البرلمان تفكيره وان يعمل على لملمه البرلمان، توحيد لحمه البرلمان، بحيث يكون قوه سياسيه فاعله تستطيع ان تؤثر في المشهد السياسي، ولكن الوضع الحالي لا يعول عليه اطلاقا. نعم. اشكرك جزيل الشكر دكتور ابو بكر بعيره عضو مجلس النواب. وخلونا ننتقل الان، تكلمنا على الصدى السياسي للمعارك، خلونا ننتقل الان للواقع الميداني والواقع العسكري. وانضم لنا الان مدير اداره التوجيه المعنوي في القوات الليبيه المسلحه عميد خالد المحجوب. عميد خالد، سعداء جدا بانضمامك ووجودك معنا الليله في البلاد. تسلم خليل، وشكرا لك والساده المشاهدين الكرام، وحييهم بالكامل، ونتمنى أن يكون الجميع بخير، وأن تكون الأيام القادمة بإذن الله حبلى بالأفراح إن شاء الله، وأن تتخلص ليبيا من هذه القضية التي الآن يعاني منها الليبيين، وهي عدم سيادة الوطن وعدم وجود سيادة الوطن ووجود الميليشيات، هذا الجسم الذي أربك المشهد ويصر على التواجد والاستمرار
رغم أنه هو سبب الخلل الرئيسي وهو نعم. الذي يمنع الوصول إلى الاستقرار والأمن داخل ليبيا بفعل الأجندات الداخلية للإخوان، تنظيم الإخوان الإرهابي، والأجندات الخارجية نعم. لهذا التنظيم عبر دول أخرى اللي هي معروفة زي تركيا وقطر. طيب، قبل ما نتكلم على دور الإسلاميين والجهاديين والجماعات هذه المتطرفة، عميد خالد المحجوب، خلنا نستغل فرصة وتعطينا صورة كاملة الآن عن آخر تطورات الواقع الميداني العسكري والمعارك قاعدة مستمرة تقريبا في كل المحاور بين قوات الجيش الوطني بين المجموعات المسلحة التابعة للوفاق. طبعا اليوم كان في هدوء ما عدا ضربات طيران في طريق المطار. تم استهداف مجموعة متواجدة خلف مسجد صلاح الدين في يسار الطريق بعد الجسر. هذه المجموعة تم طبعا تدمير آلياتها واستهدافها. أيضا كان هناك استهداف اليومين الماضيين لموقع تتواجد فيه ذخائر وأسلحة ومعدات تم تخزينها وجلبها لمصراتها، وما يعرف بمعسكر السكت اللي تتواجد فيه مدرعات وغيرها. أيضا هناك ضربات في محيط مدينة غريان، وأخص بالذكر المكان الذي تم استهداف فيه ما يعرف بميليشيا جويلي وهم مجموعة من المرتزقة الذين تم استهدافهم في تمركز لخارج مدينة غريان. هذا التمركز مشهور طبعا المكان الآن غوط الريح، أعتقد هو غوط الريح، نعم كانت حتريح مني التسمية. غوط الريح تم طبعا استهدافهم وتدميرهم. أمس مستشفى الغريان التعليمي كان يعج بالمن كانوا قد أصيبوا كجرحى أو الذين لقوا حتفهم في هذه الاستهدافات. السيطرة الجوية الكاملة لا زالت موجودة بعد أن تم القضاء على كامل القدرات التي كانت تملكها هذه الميليشيات بالنسبة للسلاح الجوي، وليس لديها قدرة على استهداف طائراتنا التي تضرب بكل دقة وتصيب أهدافها بعد حصر المعلومات. نحن نقوم بطبعا جلب المعلومات أو جمع المعلومات عن الأهداف بأكثر من طريقة. أيضا كان هناك اليومين الماضيين استهداف لما يعرف بوادي ربيع وخلة الفرجان لبعض التمركزات. آخر ضربات أيضا الذي تم في ما يعرف بالخلط، منطقة التي توجد فيها شارع الخلطات، حيث تم استهداف تجمعات الميليشيات بالمدفعية. اليوم أيضا طبعا كان هناك قلنا ضربة اللي هي في طريق المطار، وكان هناك استهداف لمجموعة مرتزقة لميليشيا الجويلي بالطائرات وتم طبعا إصابتها. البارحة أيضا الطيران العمودي كان له نشاط في محور السبعة وتم ضرب مجموعة من ميليشيات المرتزقة التشاديين الذين أتى بهم ما يعرف من أسامة الجويلي، أتى بالعديد الحقيقة بأعداد كبيرة جدا وصرف أموال يعني أرقام كبيرة من خزينة الليبيين في هذا الاتجاه السيء، واستعان بالمرتزقة. يعني أعتقد أن الخيانة وصلت إلى مدى غريب جدا، حتى أن هناك من يتهكم في مدينة الزنتان يقول أين نحن، هل نحن في الزنتان أم في أنجمينة. وتابعنا صور أيضا تابعناها على السوشيال ميديا في ساحة الشهداء في طرابلس، عندما لاحظنا الأعداد الكبيرة من التشاديين والمرتزقة وغيرهم من المهاجرين الذين استغلوا في هذا الجانب. طبعا الزخم الذي بدأ عليه جلب هذه هؤلاء المرتزقة يدل دلالة واضحة على عدم وجود قدرات للقتال على المستوى البشري بالنسبة لهذه التجمعات الميليشيوية، وأن تحولهم إلى المرتزقة بهذا الحجم وبهذا الشكل يؤكد يعني عزوف العديد من الشباب
يؤكد هروب العديد من القادة الميليشياويين والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم، والذين آخر من رصدناهم بالأمس من باب الطائرة المدعو عبد الرحمن عبده، ميليشياوي وقائد ميداني معروف، ارتكب العديد من الجرائم وآخرها حسب طبعا قتل أحد أفراد قوة الردع، وآخرها آخر جرائم حسب ما ذكر البعض أنه قد قام بالسطو على عدد 3 تجار عملة، تم قتل 2 منهم وآخر في العناية معه مجموعة من الشركاء، وحصلوا أو سرقوا ما كان معهم. هذا عبد الرحمن عبدو طبعا عميد خالد المحجوب عشان نأكدوا على اسمه، عبد الرحمن عبدو، عبد الرحمن محمد عبدو، نعم نعم، الذي طبعا كان هو معه مجموعة قد قاموا بحسب ما قيل لنا من الرواية من مصادرنا في الداخل أنه قد قام بالسطو. أيضا هناك تاجر عملة آخر تم قتله ولكن لم يكن معه أموال، كانت الأموال في سيارة أخرى، عدد 4 تجار عملة الذين لقوا مصرعهم وأحدهم لازال في العناية. طبعا لابد أن ننوه أن هناك الآن طبعا حدة التوتر وصلت إلى مرحلة ما شاهدنا من قذائف اليوم من ميليشيا ثوار طرابلس على معيتيكا، 4 قذائف، وقذائف وصلت إلى السكان المحيطين من سوق الجمعة وأيضا من زناتة. كانت هناك طبعا المعركة التي حصلت في اليومين الماضيين وهو محور سبعة، تم تقدم مجموعة بعد طبعا قاموا بتحشيد حوالي 12 يوما كانوا يحشدون مجموعة آليات تأتي فرادى ويتم تجميعها لغرض يعني إيجاد زخم كبير في الهجوم من خلال 3 محاور على قواتنا في السبعة، وحاولوا طبعا الهجوم بطريقة مفاجئة ولكن تركت قواتنا لام المجال للوصول إلى منطقة معينة مختارة. هذه المنطقة تم فتح النيران عليهم بشكل مفاجئ ووصلت خسائرهم إلى تقريبا 13 عربة ودبابة وعدد كبير من الأفراد، و أيضا لاحظنا من خلال الصور التي بثت والذين تابعوا هذه الصور لاحظوا أن أغلبهم من يعني من المرتزقة، حوالي أكثر من 4 صرع الذين بقوا في الميدان، هؤلاء من المرتزقة التشاديين أعتقد وغيرهم من المهاجرين الذين أغراهم بالمال والذين أصبحوا هم من يقاتل بفعل تراجع الميليشيات وما لقوه من قواتنا ومن جنودنا البواسل الذين يؤمنون بقضيتهم وعقيدتهم الإيمانية قوية بالوطن وبأنهم يجاهدون من أجل كرامة الليبيين وتحقيق سيادة ليبيا. كل هذه الأمور طبعا ولله الحمد أتت لأننا على حق ولأن قواتنا تقاتل وهي مؤمنة بأن النصر بإذن الله سيكون حليفها بكل تأكيد. طيب عميد خالد، الناس الآن تتساءل هل مازال الجيش الوطني، قوات الجيش الوطني سياسته العسكرية، هل مازال مستمر في قضية الاستنزاف وسحب المجاميع المسلحة خارج العاصمة طرابلس، مازال ماشي في هذا الاتجاه؟ والله انت عارف هو الان كل الاشارات تشير الى الاتي. على المستوى السلاح الجوي انت عارف تم القضاء على كل الطائرات التي تم احضارها، وان تم احضار طائرات اخرى باذن الله سيتم ايضا تدميرها بحول الله سبحانه وتعالى. الان هناك اتجاه الى جلب مرتزقه اللي هم اللي تكلموا عليهم المده الماضيه، ياتوا عن طريق تركيا، ينزلوا في تونس ويتم جلبهم فرادى وتجميعهم، أدخلوهم للمحاور والبعض منهم يتم تجميعهم، وهذا كله في إطار استمرار وعناد الإخوان في المواجهة. يعني نبي ننبه أو نوضح فكرة بس ونستفيد من هذه الفرصة، نعم نسمع في قناتكم الموقرة وعبر برنامجك أخي خليل، بنقول إن الإخوان، تنظيم الإخوان الإرهابي كان في البداية لو يذكر الليبيين أو تابعوا في الأحداث كان صراع مع الحكومات، كان مثلا في عهد جمال عبد الناصر، كان في عهد السادات، ثم في عهد النظام السوداني النميري والفترة اللي كان فيها، أيضا في الجزائر، في المغرب، في تونس، دائما يتصارع مع الحكومات ويأخذ دور المعارض
وطبعا في كل الأحوال أنتم عارفين أن أسهل مهنة هي المعارضة. المعارض هو شخص يجلس حتى يتهكم السياسيين يقول لك أسهل وأغلى مهنة وأرقى مهنة وأسهل ما تمارس من مهن هي المعارضة، وأنك تكون معارض لأن اللي يعمل في الطرف الآخر لابد أن يخطي وأنت تصطاد الأخطاء. هذا فيما لو كانت في أشكال أحزاب، لكن حتى وإن لم تكن في أشكال أحزاب وكتنظيم الإخوان كانت دائما تنتقد السلطة، وكان هناك صراع مع السلطة بدعوى الدين الإسلامي أو بدعاوي الإصلاحات أو غيرها مما هو معروف فيما يحمله دائما الجسم المعارض لجسم الدولة أو كيان الدولة أو الحكومة القائمة بالحكم. طبعا بنقول أن الآن انتقل تنظيم الإخوان في صراعه وحربه مع الشعوب. الآن تنظيم الإخوان الحقيقة الماثلة أمامنا هو أنه انتقل من صراعه مع الحكومات إلى صراعه مع الشعوب. شاهدنا في مصر 35 مليون مصري خرجوا رافضين للإخوان. نعم. وخرج معهم الجيش ونفذ إرادته. في السودان شاهدنا أن الشعب السوداني بالكامل خرج عن بكرة أبيه ضد من؟ ضد الإخوان، وانحاز بعد ذلك الجيش إليهم. في ليبيا ولو أن اختلفت الصورة بعض الشيء، ولكن يعني نقصد الاختلاف في أن القوات المسلحة كانت قد ضربت في مقتل وتم القضاء على قدراتها وتم تهميشها وتم تفكيكها وتم التآمر عليها وبدأ الشغل عليها مبكرا من الإخوان منذ أول عملية اغتيال للواء عبد الفتاح يونس ورفاقه، وبعد ذلك توالت المؤامرات على الجيش أو توالت برامج تفكيك الجيش وإلغائه وإنهائه، واستمرت حتى وصلت إلى الاغتيالات في بنغازي حوالي 800 اغتيال بما فيهم عدد بسيط من الناشطين وغيرهم والصحفيين في طرابلس تم تهميشهم وتجميعهم في كانتونات. الآن الصراع الإخوان في ليبيا مع الشعب، والشعب هو من أنتج القوات المسلحة، والشعب الليبي هو من ذهب إلى القوات المسلحة. عندما ذهب الليبيين في بنغازي عندما تفشى الإرهاب وأصبح لا يمكن الحوار مع الإرهاب وأصبحت القذائف تتساقط عليهم، وذهبوا إلى اللواء في ذلك الوقت خليفة بالقاسم حفتر، لم يذهبوا إليه لأنه دكتور أو مهندس زراعي، أو لم يذهبوا إليه لأنه يعني لديه مهنة أخرى، معروف أنه رجل عسكري ضابط في القوات المسلحة أكاديمي، وبالتالي كان الذهاب معناه إلى المؤسسة العسكرية. اتجه الشعب إلى المؤسسة العسكرية وأصبحت المواجهة تكبر يوما بعد يوم ضد هذا التنظيم، وأصبح الآن مواجهة بين الشعب وتنظيم الإخوان الإرهابي. وهنا أنبه كل الليبيين حقيقة، كل من يستمع إلي ويستمع إلي بعقله وليس بعاطفته، لأن من يستمع إلينا بعاطفته دائما قد يكون لديه رد فعل يعني مسبق، وهذه كانت عندنا في سماع بعضنا البعض. دائما من لديه يعني فكرة مسبقة عليك في الحوار لا يستمع إليك بعقله، بل يستمع إليك بردات فعله وبالموقف المتخذ من قبله. وبالتالي نبي نقول أن الآن هي المواجهة لا تقف في صف الإخوان، لابد أن تقف في الصف الحقيقي الصحيح وهو صف الشعب. عندما نقول أن كل قبائل ليبيا الآن ضد الإخوان، لما نقول كل مكونات المدن ضد الإخوان، يعني لما نلقوا مدينة أو جزء من مدينة آسف أو نلقوا جزء من قبيلة بسيط ما زال يعني يراهن على الإخوان وعلى برغم ما فعلوه، أعتقد أنه هو مخطئ، لابد أن يرجع الطريق. راهي المواجهة الحقيقية الآن بين الإخوان والشعب الليبي. أيضا شاهدنا أنهم سقطوا في الجزائر عندما واجههم الشعب، وشفتوا كيف خرج الجزائريين بكل طبعا ثقة في أنهم سيواجهون هذا الكيان السرطاني. أيضا سيترقب سقوطهم في المغرب من خلال الانتخابات. يعني أعتقد أن المواجهات كانت بشكلين، شكل انتخابات وما يعرف بالأصوات وبالشكل الديمقراطي المتعارف عليه في بعض الدول، لكن في بعض الأماكن
كانت المواجهة ميدانية زي ما حصل في مصر، وشاهدت كيف كانت المواجهة ميدانية وصلت حتى إلى أن تكون مسلحة. في السودان أيضا مواجهة ميدانية ووصلت حتى إلى حد استخدام السلاح والانقلابات وما إلى ذلك، وفي ليبيا ما زالت تأخذ الشكل المسلح. وبالتالي نحن متأكدون من النصر، لأن إرادة الشعوب لا تهزم، والشعب الليبي قرر أن يقضي على هذا السرطان مهما حاول أن يستمر ومهما تلقى من دعم من الدول. على سيرة الدعم عميد خالد، على سيرة الدعم اللي تتلقى فيه المجموعات المسلحة، كيف تقدر الآن ونحن قاعدين في هالأيام حجم تدفق السلاح التركي من حكومة الإخوان المسلمين في تركيا للمجموعات المسلحة طبعا في طرابلس؟ بالمبالغ ولا بال بكمية السلاح، وهل مازال يوصل سلاح نوعي للمجموعات المسلحة أو لا؟ طبعا هو مستمر جلب الأسلحة، لكن طبعا ليس بنفس الوتيرة، وهناك بحث عن سبل أخرى. للأسف الدعم مدفوع الثمن، مدفوع الثمن بشكل باهظ. يعني نحن الآن الليبيين أجبرونا على الدفع لتركيا بشكلين: الشكل الأول من خلال قيمة السلاح والباهظة والمدفوعة، والسلاح التركي الذي لا سوق له. يعني لا نعرف أن في دول تشتري حقيقة في السلاح التركي وليس لديه أي صدى، ولا لا يحظى يعني السلاح التركي باهتمام الدول في اقتناعه لعدم جدواه أو لعدم صراحة كفاءته. حتى الأسلحة البسيطة الصيد وغيرها يعني لا تجد رواج بالنسبة لل يعني غير لا يوجد إقبال عليها. الدعم الآخر هو ما يحصل الآن في العملة. أنت عارف 183% واللي خفضت ب 20 درجة تقريبا أو 23 درجة الآن ل 163 أعتقد أو حاجة من هالقبيل. الآن أنت عارف أن الفيزات كل الليبيين، هناك إغراء في تركيا بالحصول عليها كدولار. الاتجاه إلى تركيا لو نقرأ ونشوف نسبة كل بطاقة كم سددها لنحن الليبيين من الرقم اللي تتحصل عليه تركيا من وراء هذه البطاقات. وطبعا الليبي مجبور لما بياخذ دولار عنده يلقاه في تركيا أفضل من يمشي يقولك لمصر ولا تونس ونضطر نصرف معاه. وطبعا وهناك من يسهل العملية في تركيا ويجيب لك الفلوس من غير حتى ما تمشي، ولكن ياخذ منك فقط النسبة البسيطة اللي بياخذها هو، بالإضافة للنسبة اللي بتاخذها المحصلات الخاصة بالدولة. يعني لو غير يحسبوا بس الاقتصاديين والماليين يحسبوا لك هذه النسبة، تشوف استنزاف لنا بطريقة غريبة واستغباء ويعني ضحك على دخون الليبيين ويعني نهب لتروتنا وإجبار لنا وإدلال، وهذا ما فعله الإخوان، وتجويع وتعطيش وفراغ جيوب حتى يعملوا ما يريدون في البلد. والحقيقة هذا نتأسف إن عندما نتحدث عليه كلنا حزن وكلنا ألم عندما نشاهد أن الليبيين وصلوا لهذه المرحلة. شبابنا أصبحوا مرتزقة مقابل المال يقاتلون، هذا كله فعل الإخوان. وهناك من أدخلوا في بعض أدهان المدن، أن من الممكن أنت كيف بتقيم دولة؟ هل من الممكن أن تستحوذ مدينة وتحكم دولة؟ لا يمكن. وهل من الممكن تستحوذ قبيلة وتحكم دولة؟ لا يمكن. الدولة لا تقام إلا بمؤسسات، المؤسسات هي الطريق الوحيد لبناء دولة، لأن الدولة هي تنوع فيها كل الأطياف وفيها كل الأنواع الكفاءات والقدرات والمكونات. إذا لم يتحقق ذلك لا يمكن إقامة الدولة، لا يمكن أن يستفرد أحد بالدولة. ولا حتى الإخوان الآن مهما عاتوا فسادا وفوضى وما إلى ذلك، وجاءت اللحظة التي رفضوا فيها، وحتى وإن استمروا بعضا من الوقت لا بد من إنهائهم، لأن الغير منطقي والغير مقبول والغير صحيح لا يمكن أن يستمر. وهذا ما نشاهده الآن. يعني رفض الليبيين الآن للإخوان ومرحلة الوعي التي أصبحوا عليها والإدراك لما يحصل، نحن لا يوجد لدينا مشكلة مع بعض الليبيين، صدقني لا يوجد مشكلة بين الليبيين فيما بعضهم. يعني تم العمل على برنامج لكي يحدث ما نشاهده الآن، وهذا كله صناعة إخوانية شيطانية.
انت شوف اليومين الماضيين محاولات اكثر من محاوله للتفتيت بين القبائل الكبيره زي ترهونه والشفانه وشق الصف. ليش؟ لان اخر الاسلحه اللي عندهم عارفين انهم هزموا عسكريا انتهوا. وانت عارف لما حكيت لي بكري على نسبه الانهيار في في الميليشيات، انا بقول لك نقطه مهمه ونحن نحسب بها العسكريين الذين يعرفون دائما وحتى المدنيين يعرفون ويسمعون بهذه النقطه، ان المعنويات اهم ركيزه في القتال. المعنويات منهارة عند هذه الميليشيات واصبحوا يعني المال لا يغني، يعني الموت دائما انت تاخذ المال من اجل ان تعيش. انت ليش تكسب في المال؟ يعطوك مال 3000 دينار ولا مبلغ اللي بيعطوه لك باش تعيش، مش يعطوك فيه باش يعني زي ما يقولوا ال 3000 دينار باش تمشي بهم تنتقل بهم للاخره. 3000 دينار يعطوك فيهم او 5000 او 10000 او الارقام اللي تاخذها باش تعيش. بالتالي انت حريص على الحياه مش حريص على الموت، عكس المقاتل اللي قاتل من اجل قضيه وعقيده حريص على الموت باش يهب لوطن الحياه. وهنا يكمن الفرق. واحنا عندما نتحدث عن هذه النقطة، إذن الانهيار في المعنويات مسألة قطعت شوط كبير في الميليشيات، أصبح يقاتل الميليشياوي وغير مقتنع، لدرجة أن مثلا نشوف وتيرة المعارك لو استعرضنا المعارك منذ البداية إلى الآن، كم هجوم وصل في المطار إلى حوالي 40 هجوم، وكذا هجوم في عين زارة، وكذا هجوم في الوادي الربيع وفي الخلة، والآن بالكاد بدأنا نسمع عن هجوم بعد فترة. حتى غريان، من يتشدق ويتحدث عن غريان، غريان كانت فيها قوة أمنية لم يكن فيها جيش، لم تكن فيها قوات مسلحة، وقوة أمنية تم الغدر بها، وهذا شيء معروف يعرفوه. والآن أهالي غريان على أشد الندم، وأهالي غريان تروج لهم الإشاعات بأن هناك كشوفات وقوائم، وأن نحن ما لا يوجد هذا الكلام غير صحيح. نحن مؤسسة مسؤولة عسكرية يهمها كل الليبيين، كل الليبيين خوتنا وأهلنا، من أجرم هناك القانون والقضاء، ومن لم يجرم يعيش حياة كريم معزز. طيب. لا شك في ذلك. سيادة عميد خالد، محاولة التفتيت نعم. بين القبائل مسألة نعم. طيب سمحنا عن مقاطعة، لكن أيضا في نقطة مهمة، هل في رصد الآن لحركة السلاح، خصوصا أن في تقارير تتكلم على أن في تنظيمات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة أو مرتبطة بتنظيم داعش قاعدة تتحصل على السلاح من مجموعات مسلحة، وفي سوق لبيع السلاح خصوصا من بعض المجموعات اللي ربما هي شافت أن الحرب هذه ما هيش حربها الآن؟ شباب كثيرين يبيعوا في السلاح ويغادروا، زي ما الزيقرة دار طرف دار جريمة وغيرها دار جريمة وغيرها دار جريمة، في اللي باع سلاحه، وفي الآن في حركة بيع سلاح ومغادرة، هذه ما فيها شك، في حركة بيع سلاح وترك الجبهة. بالنسبة للميليشيات ذكرتني بما حدث في مرزق. طبعا ما حدث في مرزق، أنت شوف مأساة التاريخ ومأساة الليبيين إلى أين وصلت بفعل هذا التنظيم الخبيث والعملاء الذين باعوا ليبيا بشراسة، يعني أو يعني حتى لفظ شراسة قصدته هنا، لما تبيع وطنك بشراسة يعني معان في البيع إلى أقصى مدى. يعني أنت تجيب معارضة شادية حتى لغة عربية ما يتكلموش وتجيبهم لمرزق، تحتل بهم مرزق وتقول لي قوة حماية الجنوب، أي حماية؟ يعني الحقيقة مؤلمة جدا. يعني توا الخلاف في العالم كله، هذه رأي سابقة خطيرة في الصراعات، ومع احترامنا لإخوتنا مكون التبو، احنا نعرفوا أن طبعا اضطروا في بعض الحالات أن يعني أشبروا الليبيين، نحكينا الإخوان اللي هم التبو الليبيين، يعني نعرف الظروف اللي مروا بها، ونعرف أنهم هم خرجوا من أوزو أيام تحكيم في المنطقة وأعطوهم بطاقات مؤقتة لغرض التحكيم في فترة النظام السابق، وجاءوا للكفرة وجاءوا لمرزق وسبها، وأصبحت هناك مجموعات وبقيت في وضع سيء فترة من الزمن ولم يتم إيجاد حل لهم، وبعدين صدر التحكيم وأصبحوا أعدادهم تتزايد. نعم أعتذر أنا على المقاطعة. نعم
نسمعه فيك. فالحقيقة أن نحن لسنا ضد مكون الأخوة، لسنا ضد مكون التبو، بالعكس التبو الليبيين بالذات هم أخوتنا وأهلنا ومعنا، لكن عندما تستغل هذه القصة وهذه القضية لأغراض أخرى لن نسمح بها. هذا أمن قومي للليبيين، هذه منابع النفط، هذه منابع الماء، أنت بكرة يبيعولك المية وبيعولك، يتصور لما التبو ولا تشاديين جايب علم تشاد وبيدير لك منطقة في الجنوب وبيسيطر عليها وبيصبح لك راية ودولة، كيف بتدير له بعدين؟ وأهلك وناسك كيف بتدير لهم بعدين؟ أنت تخون اليوم، يعني شو بتخون؟ بتغادر ليبيا ولا بتخون بتقعد فيها؟ تخون بتقعد فيها بما تبيعها بالثمن البخس، يقعد حتى المال تقعد الماء تشري فيه شري اللي يجيك من الصحراء عن طريق النهر الصناعي. يعني قصدي مسألة يعني في التفكير يعني وصلت المرحلة في البيع إلى درجة خسيسة جدا، يعني لا يقبلها أحد. من يقبل أن يكون ذلك؟ لازم توضح الصورة اللي تتوضح الصورة الليبيين. هذا ما يحدث في الجنوب، تم طرد أهالي منزق الأصليين الشرفاء العرب، وجاء مكون تبو من تشاد ما له علاقة له بالمكون الليبي. احنا لسنا ضد المكون الليبي، بالعكس هذا من اخوتنا وشركاء وشركاء في الوطن والمحق المواطنة، والدولة لا تقوم الا بالجميع. لكن انك انت تدخلي من هذا الباب في صراع داخلي مهما كان، اذا كنت انت فعلا ان عندك اصول ليبية، لكن لا اعتقد ان احد بهذا الشكل يقوم طيب بهذا العمل. طيب سيد عميد خالد، غاية في الخطورة، الحق على الامن القومي في كل مواطن. طيب قبل ما نختم معك سيد عميد خالد المحجوب في دقيقتين كلمة أخيرة، والكلمة عندك طبعا، ونحن نتكلم على الواقع الميداني والمرحلة النوعية في الحرب مع المجموعات المسلحة. المجموعات المسلحة والله ينقول لك الشباب راهو أغلب وعلى المرحلة وعلى الفكرة، وهناك الحقيقة عزوف على القتال، وحتى من خلينا نتحدث حتى بصراحة أكثر، حتى من مدينة مصراتة والله العظيم أنا شخصياً يكلموا فيها كثيرين ويحكوا معي، والمسألة مسألة حرب من نوع آخر وربما تهويل في المخاوف وما إلى ذلك. القوات المسلحة رسالتها واضحة للجميع، وكلام هذا بقول للجميع، وياريت كل واحد يحطه في ودنه، وأنا مسؤول عليه الكلام هذا. القوات المسلحة هدفها الأساسي أول شيء هو تحقيق سيادة الوطن، القضاء على الإرهاب، وهذا يتأتى بماذا؟ يتأتى بأن تتحرر كل المدن، وإلغاء وتفكيك الميليشيات، والسلاح لابد أن يكون في يد المؤسسة الشرعية في الدولة. المؤسسة الشرعية هي القوات المسلحة. أنت شو بدير بيه سلاح؟ أنت عندك سيارة كبيرة تخدم لها، ولا أنت عندك تاكسي، ولا أنت تشتغل في جامعة، ولا تشتغل، يعني أنت مالكم السلاح؟ في واحد متخصص في السلاح مكلفات الدولة، واجبة يحترمك ويحمي عليه ويحميك ويحمي وطنك ويبذل دمه، وفي لحظة من اللحظات لو احتاجوا لك كمجهود حربي أكيد ما فيش حد يسيب وطنه. لكن أنت بوجودك هذا وأنت عارف أنك أنت معرقل قيام دولة ومسبب وجود هذا السرطان الضخم، ما نحكي الضخم في تأثيره في الليبيين الإخوان، ومستمر، وتقول لي هنا لا أنا والله ضد العسكرة وضد الدكتاتورية، ضد أي عسكرة تحكي لها يا رجل. تشوف شو صاير اليوم تهديدات ميليشيا توار طرابلس تهدد في مجموعة الردع بأن هم إذا لم يتم إطلاق سراح زيغرا سيتم خطف مجموعة من قوة اللي فيه، طب مجموعة من قوة الردع يقاتلوا في محاور، وباقي قوة الردع ما تقتلش. قوة الردع فيها مجموعة كبيرة الحقيقة ملتزمة بعملها كعمل أمني، لم تقف ضد القوات المسلحة، وفي مجموعة مشت تقاتل. المجموعة هذه اللي تقاتل بهذا الدين بيخطفوا مجموعة منهم، وممكن تكبر في رأي كيف دولة بتقيمها بهذا الشكل، يوم خاطفين زيغرا، نعم، يوم هاجمين على إرتاج العملة، ومستحيل دولة تقوم بهذا الشكل. لابد من تجميع السلاح ووضعها في مكان الصحيح، ولابد من تأمين ليبيا وخلق الأمن والاستقرار والقضاء على هذه المجموعات الإرهابية التي جاءت بهذا الإرهاب اللي شفناها، اللي هو جئناكم بالذبح وما إلى ذلك. أنا رجل مسلم وتقولي جئناكم بالذبح، أصلا الإسلام قائم على النية، إذا كان أنيه
مش مؤمن، انت ما تقدرش تخليني نكون مؤمن. بيني وبين نفسي اذا كان انت تندري علي نصلي ولا ما نصليش ولا نزكي ولا ما نزكي، وكيف تعرف انت اني نصلي ولا ما نصليش؟ بتتبعني 24 ساعه ماشي هذه بقناعات. لو انا مقتنع بالاسلام ومؤمن به وبتعاليمه حننفذ، لو مش مقتنع ما ينفعش، كل شيء قائم على النوايا. نعم نعم، اشكرك. كل امر ما نوى، انت نعم. النيه بتاعك هي قائم، الاسلام قائم على النيه. كانك انت بتجبرني اجبار، جئناكم بالذبح، اي ذبح وهي تفكير هذا، وهي قصدي اي منطق، مش اي تفكير. نعم 30 ثانيه اخيره معك. نعم، اتوقعوا ان ليبيا ستعبر ليبيا الى بر الامان، لن تذهب تضحيات الرجال سدى، وليبيا فيها رجال، وفيها رجال حتى من الذين اخطاوا سيعودون عن الطريق. واعتقد بعد هذا الكلام كل واحد اكيد يعيد التفكير ويناقش نفسه وبينه وبين نفسه، ومن اضل الطريق عنده فرصة أن هو يعدل مساره. ونقول للليبيين إن شاء الله ربي يفرج على ليبيا قريبا وتتخلص من الإرهاب والإرهابيين وتعود إلى الاستقرار. نعم، أشكرك جزيل الشكر مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات الليبية المسلحة عميد خالد محجوب، ممتنين لك دائما لوجودك معنا عميد خالد المحجوب. وتكلم عميد خالد محجوب على قضية مهمة جدا، قضية مرزق. خلونا نستغل الوقت ونستغل الفرصة ونرحبوا بضيفنا أحد أعيان مرزق، السيد المهندس محمود دريحو. سيد محمود، سعداء جدا بانضمامك لنا في هالنقاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على رسول الله. سعيد جدا بكرة جدا على استضافتكم في فقرتكم. نعم سيد محمود، الآن هذه فرصة كويسة تضعنا وتضع المشاهدين في شكل الواقع الأمني والواقع الإنساني الآن في مرزق اليوم. والله هو الواقع الإنساني واقع مؤسف جدا حقيقة، يعني هي ثاني أكبر مدن في جنوب ليبيا، هي مرزق المدينة، وهي أولى الكبرى، أولى أكبر المدن في منطقة حوض مرزق، الآن خارج المنطقة. إن شاء الله تسمع فيها كويس. نعم نسمع فيك بشكل واضح. فالآن الناس طبعا انا نبي نوضح، بارك الله فيكم على تحت الفرصة على 218. الأحياء العربية، اغلب الأحياء العربية في مدينة مرزق هي يسكنها العرب. نعم. في حي القلعة، او نقول احنا البلاد القديمة، البلاد القديمة هذه بلاد أكثر من 700 عام عمرها، 800 عام، هذه اللي يسكنها توبو أوزو، اللي أتوا في أوزو من أوزو في أبان حرب تشاد في الثمانينات. باقي الأحياء هم في شراكة مع الأحياء العربية، يعني باقي التبو مشتركين معنا في الأحياء العربية. فهذه أغلب الأحياء كل منها أحرقت، يعني طار فيها انتهاكات، حرق، تهجير سكانها. فترة الأربع أشهر اللي مضت بين الاشتباكات بينه وبين العرب والتبو، كان العرب متمركزين في ثلاث أحياء فقط، وباقي الأحياء هي كانت في عهرة التبو، يعني أحياء عربية في عهرة التبو، يعني أمنيا يعني وعسكريا. أما الأحياء الثلاثة كان العرب كانوا متجمعين في الأحياء. فتم اقتحام هذه الأحياء للأسف الشديد، واقتحمت الأحياء هذه بشرعية نتأسف عليها مرة ثانية، بشرعية الجيش الوطني التابع لعملية الكرامة. تمت الاقتحام، محاولة اقتحام الأحياء هذه بكتيبة خالد بن وليد السلفية وكتيبة واللجنة الأمنية الثاني، وانضموا إليهم المجرمين اللي أتوا من طرابلس، اللي هو أبو ما يسمى بحماية الجنوب، وأبو بكر الصوقي اللي كان قوة حماية الجنوب اللي تتبع لحكومة الوفاق، تتبع حكومة الوفاق، وأبو بكر الصوقي اللي كان في الحقول النفطية في حقل الفيل الأزرق. فهم بحكم وهذه الأشياء المعقدة دائما ننوه عليها في موضوع الأمن القومي الليبي، دائما هذه المكونات اللي تنتمي للعرق ولا تنتمي للوطن، يعني هي انتمائها العرق وليس طيب الوطن. سمحني على المقاطعة سيد محمود، هذه فرصة نستغلها وجودك معنا الآن.
هل فعلا تتفق مع الرواية اللي قاعدة تقول إن تم تهجير كل العرب، عرب مرزق تم تهجيرهم بالكامل، والله فيها تضخيم وتهويل؟ لا لا، تم تهجيرهم بالكامل يعني ما فيش كلام يعني. عرب مرزق كلهم الآن مش موجودين؟ كل البرة ما في عندهم إلا المخطوفين، الحوالي 9 أو 8 المخطوفين اللي من ضمنهم عمي اللي ابتزوني، حاولوا يبتزوني كم مرة به، بس هذول اللي في عهدتهم يعني المخطوفين. وقوة فقط. حماية الجنوب موجودة أو ما يسمى بقوة حماية الجنوب ما زال قاعدين؟ هم ما عادش تعرف حد يا أخوي خليل يعني من هو لحماية الجنوب، إحنا حتى هويتهم ما نعرفوهمش يعني. نعرفوا حسن موسى اللي ظهر اسمه فقط، والله مبكر سوقي، والله محمد مولية، والله كتيبة خالد الوليد، لكن هوية الناس هذه مش معروفة. لأن ديما نقولوا فيها أخوي خليل، هذه الأعداد يعني بالنسبة للتبوم غير مسموح أن تكون هذه الأعداد الكبيرة عندهم، غير مسموح أصلا. المنطقة صغيرة يعني، منطقة مرزق من القطرون حتى وادي عتبة كل عدد سكان لا يتجاوز 100,000، فمدينة مرزق مدينة مرزق في حد ذاتها لا يتجاوز عدد سكانها 30,000. فمنين هالأعداد هذه اللي تأتي بجيوش مجيشة بأسلحة، عتاد عسكري، منين هالعتاد هذا العسكري وهالآخر يعني؟ فإحنا في إشكال مكون التبو. وأنا لا أحكي عن التبو الليبيين اللي عند الثمانينات، وإحنا نعرفوهم وإحنا على يعني على علاقة بهم قوية جدا يعني، علاقة حتى علاقة مصاهرة يعني. لكن هم أقلية كانوا في ذلك الوقت، كانت حوالي 27 عائلة على مستوى منطقة مرزق بالكامل، بين القطرون وبين أم الأرانب وبين مرزق المدينة. لكن الآن أصبح أعداد كبيرة جدا يعني، هائلة، ما عرفناهمش من تبع دخول أوزو على الخط، سكان أوزو دخولهم على الخط. فهذا الإشكال اللي وقعنا فيه، تحملت مدينة مرزق أو منطقة مرزق تبعيات للأسف شديد الأخطاء الدولة النظام السابق يعني، هذه الأخطاء الفادحة وترك الجنوب بهذه الطريقة تحملتها منطقة مرزق ومدينة مرزق بالأخص يعني تحملتها. طيب هل تقدر يعني، هل تقدر الآن تسمينا الأحياء اللي قادات مسيطرة عليهم المعارضة الشدية أو ما يسمى قوة حماية الجنوب اللي تتبع لحكومة الوفاق؟ كل مرزق الآن تسيطر عليها كل بالكامل ما فيش حاجة اسمها عرب. العرب يا أخوي خليل نزحوا كالآتي، نزحوا لمنطقة وادي عتبة وهي تبعد حوالي 25 كيلو عن مدينة مرزق. نعم. نزحوا إليها ومن ثم صار أو هجروا إليها، ومن ثم صار فيه نزوح متتالي حفاظا على أهلنا في وادي عتبة، أن لا يتم الصدام بينهم بين هالمجرمين هالدوم. حقيقة لأن أكرمونا وعشنا وعاشوا أهلنا بيناتهم وكأنهم جزء لا يتجزأ من منطقة وادي عتبة ومنطقة تباري. فاضطروا الناس تزيد تطلع من وادي عتبة وتخرج في طريقها إلى سبهم، وبعد سبها إلى منطقة الشاطئ. فأغلب سكان مدينة مرزق الآن ما بين سبها والشاطئ، وما تبقى منهم الآن موجود في وادي عتبة ومناطق تباري. انصهروا في 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 سكان منطقة وادي عتبة ومنطقة تباري. يعني لا وجود يعني بالأمانة يعني لا وجود لنازح يعني بالمعنى أن نازحين ومشردين لأهل مرزق في هذه المناطق، لأنهم بين أهلهم ولم يكونوا مشردين. وحتى في سبها وحتى في الشاطي، نعم أوكي، في معاناة لسكان منطقة الجنوب بحد ذاتهم أو سكان منطقة فزان بحد ذاتهم، في معاناة عامة نظرا لشح المواد الغذائية والوقود والأخير، يعني بين منطقة الجنوب بالكامل. هذا أثر سلبا فقط، لكن حقيقة أن أهلنا في من هجروا من مرزق هم أهلهم يعني ما تتبقى. طيب باش مهندس محمود، قبل ما نختم معك في دقيقة ونص، كلمة أخيرة عندك. والله أنا نوجه بالنسبة لأهلي في أهلي من مدينة مرزق الخارجين الآن، ألا يصطدموا يعني، بمعنى ما يكونوش في هذا الوضع السياسي المصطدم الآن في ليبيا، يخلوهم يبتعدوا عن الصدام السياسي الحقيقة اللي صاير في ليبيا، ويلتفتوا إلى مدينة مرزق، ويلتفتوا الليبيين جمعاء، لا يفرقوا ما بين الليبيين في حل مشكلتهم، ما يفرقوا ما بين رجال المصالحة، ما يفرقوا ما بين شرق وغرب وجنوب، كل الليبيين مسؤولين عن مشكلة مرزق، وأن يكونوا أهل مرزق
جميعهم متفقين حول الليبيين جمعاء، لا ما يدخلوش في هذا الصراع الدائر. هذا الصراع بعون الله تعالى اللي في ليبيا حينتهي، حيرجع الليبيين حيتصالحوا الليبيين، لكن نعم. احنا يفترض علينا لا نصطف في اي صف، ما نكون مع الليبيين جمعاء. نعم، اشكرك جزيل الشكر مهندس محمود دريح احد اعيان مرزق، اشكرك جزيل الشكر، وضعتنا في صوره المشهد الامني والمشهد الانساني في مرزق. خلونا من جديد نذكر مشاهدينا الكرام ونشكر الدكتور ابو بكر بعيره عضو مجلس النواب اللي كان معنا في البدايه ونحن نتكلم على قضيه العمليه السياسيه وفرص التسويه الى اخره، والشكر من جديد ايضا لمدير اداره التوجيه المعنوي في الجيش الوطني عميد خالد المحجوب، والشكر بطبيعه الحال لضيفنا الاخير اللي كان معنا في اللحظات الاخيره المهندس محمود دريح احد اعيان مرزق. تحياتي انا خليل حاسي وايضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم امسيه طيبه.